نادي برشلونة الإسباني يواجه تحقيقاً رسمياً بسبب اشتباه في دفع رشاوى للحكام، والشرطة تداهم مكاتب النادي. وثيقة جديدة من المحكمة كشفت وجود تحقيق يتعلق بمزاعم فساد في لجنة الحكام الإسبانية خلال فترة زمنية تمتد على مدى عقدين. الشرطة داهمت مكاتب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد في إطار هذه المزاعم، واتسعت دائرة التحقيق لتشمل برشلونة كمشتبه به. في مارس الماضي تم تقديم شكوى تتعلق بمدفوعات بقيمة 7.3 مليون يورو لشركات مملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني خلال الفترة من 1993 إلى 2018. برشلونة نفى ارتكاب أي مخالفة، وأكد أنه دفع مبالغ من أجل الحصول على تقارير فنية حول التحكيم الاحترافي. القاضي المسؤول أشار إلى إمكانية استفادة برشلونة من الفساد، ولكن لا توجد دلائل حتى الآن على دفع أموال للحكام للتأثير على نتائج المباريات.